السلام عليكم. المساجد بالسعودية ما تختلف عن المساجد بالإمارات، وطول رمضان يسوون فطور جماعي. حبيت اليوم اشارككم الفطور وارويكم الفطور الجماعي هنا ما شاء الله شلون بالسعودية، ونفس الشيء بالامارات، لان هو اصلا الخليج واحد، كل شيء بالقوانين وكل شيء هم نفس الشيء. انا بفلوقاتي احب اكثر نصايح، يطلع الشخص من كل فلوق من فلوقاتي متعلم هواي شغلات، فالخليج هو كله نفس الشيء. فانا لما جيت السعودية ضربت 20 حجر بواحد، لان الاختلافات كلش بسيطة ما بين مثلا هنا والامارات. وانا جايكم هاي المعلومة وراح اعيدها، انه اكو كتب اذا تقرا بيها يقول لك السعودية الامتدادات مالصحة مالتها الربع الخالي وهيك اللي منها الامارات قطر والكويت وهذه الدول يعني تابعة على اساس للسعودية. العراق يقول عذران الكويت يا مالتي، مصر تقول الاهرامات اللي بالسودان هاي مالتنا، وهكذا كل دولة تقول الدولة الثانية هي مالتي، وينسون بالاخير انه احنا كلنا كنا دولة واحدة، دولة عثمانية قوية مسيطرة على العالم كله، بس هسه حاليا طبعا امريكا هي اللي مسيطرة على العالم كله. المطاعم برمضان طبعا يسوون ديلز وشغلات، فاكو هاي من الديلز همين حلوة، واللي يحب يعرف الاسعار هاي الكيلو بهلقد سعره بالريال. فاليوم قررت اغير واكل سمك، هاي النوعية من الخبز اموت عليها، وربت شوربة بحرية لان اني مريض طبعا، وهذه هي المقبلات اللي تيجي طبعا. زين هسه هذا شلون راح اكله؟ الله يستر. جدا على البحر فاكيد اكل البحر. طيب وصل الخير، جمبو روبيون من الامارات خصيص، وهذا السمك الزين البرفكتو مشوي، هاي السمكه الجداويه الزينه والله. طب فلوقاتي بالسعوديه دا اراويكم اشياء ما تعرفوها عن السعوديه، والاختلافات ما بين السعوديه او الدول العربيه خاصه وامريكا. وواحدة من اهم الشغلات اللي لازم تعرفوها ان المحلات تنسد لمن الاذان، اذا اذن خلاص المحلات كلها تنسد، ممنوع اي محل يكون مفتوح. فهذا المحل سد من وقت ما يستقبل زباين بعد، لان بعدين يخالفوهم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبه للاسعار، هاي هي الاسعار، 352 ريال طلع. اكيد القهوه اهم شيء طبعا. كره القدم بالسعوديه وخاصه بجده مشهوره كلش، الكل يعرف الاتحاد والاهلي، انتم منو تشجعون بالله؟ اكتبوا لي بالتعليقات. بس اليوم راح اخذكم الملعب الجوهره، اكبر ملعب بالشرق الاوسط، وراح اشوف مباراه الاهلي. ايش قد حلو بالسعوديه، شوفوا اكو هيك شوارع مجهزيها ومخصصيها من رمضان، يعني هيك صدق اجواء من رمضان، الاجواء الحقيقيه يحسسوك بها. وبعض الدول ايضا اكيد يسوون هذا الشيء، فهيك اشياء ما تشوفها بامريكا. شوفوا ذاك هو الملعب، ملعب الدايموند الجوهره، قاعدين نقترب شويه شويه. هذا بناء الملك عبد الله قبل ما يتوفى الله يرحمه. هاي من انا بس ذاك هو الملعب الزين. هذا الملعب عاده ازدحام مو طبيعي، بس اليوم ماكو احد قليل. هاي نظره سريعه للملعب ما شاء الله عملاق، شوفوا نظره على القمر ما شاء الله لا قوه الا بالله. هاي نظره اقرب، وهاي بعد اقرب شيء. هاي النظره الثانيه لعيونكم باش تريدون. هاي الملابس المسموحه هنا، دشداشة ممنوع يمكن. شوفوا هذا شكل الريال القديم، يقول لكم الشخص كان 10 ريال، يعني المباراة مو مهمة والملعب فارغ. هاي التذاكر الزينة، فهي هي التذكرة يا أصدقائي. الأهلي ضد الاتفاق، وكو شروط وقوانين، الحكومة الشرطة بكل مكان، هناك واحد، هناك دورية وهناك اللخ، وأصلا هنا هم أكو واحدة، فهذا الشيء حلو. هاي نكون دخلنا هسه للملعب، وأخيرا هاي خريطة الملعب، وتقدرون تشوفون حجم العملاق من خلال هاي الخريطة. هاي من هنا الكافيتيريا، تجون تدخلون طبعا. هاي تونا دخلنا الملعب، هاي هنا دا يلعبون، هناك الجمهور دا يصفق. جاب جول توه، حرامات لهم صوره. للعلم هاي اول مره بحياتي كلها ادخل ملعب او اتفرج مباراه من ملعب عملاق همين. ما شاء الله اجواء ولا احلى. هو ثلاث طوابق، الطابق الثالث العوائل، والاهلي 1-0 حاليا. هذا الملعب تكلفة بناء 900 مليار، مليون سعودي عذرا مو مليار، يعني اقل من مليار ب 100 مليون عرفتوا؟ اندرتيكر، جون سينا جاي هنا، كريستيانو رونالدو، ملعب يعني عملاق ومعروف كلش عالميا. حزروا منو نزل عمي؟ اللي نزل هو عمر السومو، من اقوى اللاعبين بالاهلي وكلش خوش انسان من دير الزور سوري. مباراة زينة يحتاج لها كوفي زين. على مودكم راح نطلع فوق، على مود نصور لكم. طبعا لان التصوير من فوق مثل ما انتم شايفين هواية يصير احلى. هذا الجول صورت لهذا الجول على الستوري.
بنزومة وحركة كريستيانو. المية بالمية المفروض جول. صح عموري بنزومة سجد عمي. هذا الملعب يوسع بين 60,000 و70,000 متفرج بالمناسبة. فقط بالسعودية الدقيقة 70 عندهم استراحة بسبب الرطوبة العالية ما جدا. عدد جماهير هاي المباراة 5,280 شخص فقط. ضربة جزاء يجيبها لو ما يجيبها شو تقولون؟ إذا جابها يصير جايب 3 أقوال هاتريك. صح يا حبيب قلبي أنت والله. 5 عمي شقوهم. دقيقة 90 إحنا هسه وخمسة صفر. وين السادس؟ يلا السادس يلا. خلصت المباراة أصدقائي بفوز الأهلي 5-0. هاي الجماهير فرحانين وراجعين لبيوت. وبالنهاية النصر هو أخذ الدوري. هاي الإحصائيات ويجي فاز النصر بفارق نقطة واحدة عن الهلال. فهذا أيضا من أهم وأحلى الشغلات بجدة وشدة عمي بالسعودية اللي لازم تجي لها ولازم تزورها ولازم تجرب تجربة الملعب. أكو حافلات تجيب الناس، أكو مسجد. هذا اللوحة مالته بحر. اللوحات تونسك هنا تقراها. وبالمناسبة اللوحات هنا تنباع غالية مثل الإمارات. إذا كلها رقم واحد مثلاً أو رقم نادر قوي وأحرف حلوة ينباع ب10,000 ريال وفوق. حلو عجبكم لو جينا نأطيب محل يبيع كنافة وهذه السوالف. هذه هي الحلويات المتوفرة المتبقية طبعا. تخيلوا هاي ممكن تصيدك على الحزام إذا أنت ملابس الحزام تغرمك الكاميرا 150 ليرة ريال عذرا. هذه هي شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية اليمن عمان وهذه قارة أفريقيا. يا ترى هل في يوم من الأيام راح نختم قارة أفريقيا أو هاي المناطق راح نزورها؟ ونعدكم المغرب العربي. أما هنا أوروبا ألمانيا بولندا فنلندا السويد النرويج وإلى آخره. تركيا هنا وهنا الخانات باكستان تركمانستان أوزباكستان كازاخستان طاجيكستان هنا الهند وهنا يجي يمها تايلاند فيتنام الصين يم الهند قريبة عندكم نيبال عندكم الفلبين على شكل جزيرة هاي تخبل الفلبين كلش حلوة هنا اللي فوق عندكم اليابان ساوث كوريا. فهيجي يا أصدقائي أكون عرفتكم على خريطة العالم بشكل بسيط وسريع. أكيد مو كلها لأنه هنا أمريكا عندكم هنا تكساس شوفوا هاي علامة البيت مالتي هناك هاي كندا هاي أمريكا هاي المكسيك. فأنا من تكساس طرت إلى حد هنا السعودية جدة. فاي جدة هذه مكة هذه الطائف منها ساعة إلى الطائف ساعتين ومنها للمدينة المنورة 3 ساعات وشوية ومن جدة صار على البحر الأحمر إلى حد ما رح نروح على الرياض إن شاء الله رح يأخذ الطريق 10 ساعات وعشر ساعات من الرياض عندكم البحرين عندكم قطر عندكم الأمورة العشق يونايتد أرب إمارات عندكم أهل الأخلاق والتعامل الزين وعدم الطائفية العمانيين اللي يخبلون وهنا عندكم اليمنيين أصل العرب الزينين اليمن السعيد وهاي قارة أستراليا أصدقاء واني متاكد هسه انتم استفاديتوا في شيء او تعلمتوا في شيء. هذه اشياء كلها راح تفيدكم بالحياه. عندكم ابها ومناطق هوايه بالسعوديه تبعد من جده 10 ساعات وفوق. فاني كلش متاسف ما راح اقدر ازور هذه المناطق اللي عمري واتمنى دائما انه ازورها واني باقي هنا فقط كم يوم. ولذلك السعوديه راح اجيلها بزياره اخرى اذا الله طانا عمر واذا الله رزقنا طبعا لان للعلم تكاليف السفر هذا يعني يكلفني بشكل ما تتخيلوا. كل شيء دا اصرف على السفر مو فقط على مود اصنع محتوى على مود افيد هذا العقل هاي البطيخه اللي هنا صغيرونه هاي الجوزاية دا تكبر دا تصير فتشي أحسن ولمن هذا الشيء يصير أحسن كل شيء راح يصير أحسن بحياتك كل شيء. فهذا هو أهم شيء بالحياة. للعلم فقط جدة هي بقد الإمارات أو أكبر ما أعرف يعني بعد أشوفوا هاي المناطق مالتها يعني عملاقة. فمن جدة شقد حاب أجي وأروح الأبهة جازان. هاي جازان وأبها صار يم اليمن وإحنا هناك فبعيدة كلش. وعندكم ينبع همنا بعيدة بس قريبة عن المدينة المنورة. عندكم حائل هم أريد أروح لها سكاكة وعندكم تبوك أكيد بس كلهم بعيدين كلش صارين يم الأردن حتى. هاي الكلاب مسميها إسرائيل على جوجل المفروض فلسطين على واديهم. هاي حلاوة الجبن الزينة والشاكرك البيرفكت. أماكن هواية حلوة بالسعودية أنا ما راح أزورها. مثلا عندكم هذا الوادي اللي يمر بين نهر وفتشي رهيب أو هذا اسمه وادي الطاقي أو هاي حدائق التنهات ما أدري إيش أو هاي مثلا دومة الجندل او جبال فيفا الفيفاء هاي شقد حلوه شوفوا جواهة الوعبه هاي صار بالطاف حافه العالم بالرياض هاي شنو هذه قريه ذي عين الاثريه الباحه هاي هم ما راح نقدر نروح لها لان هاي كلها بعيده حدائق نوره
شنو هاي؟ الرسوم الصخريه بحائل، هاي كلش عجبني اروح لها بس ما راح اقدر لان بعيدهم كلش. هاي الرسوم لها اكثر من 10000 سنه تخيلوا، قبل الميلاد وحتى يعني. وهاي ليش جزيره فرسان بجازان؟ يا الله اتمنى لو اروح لها بس بعيده همينا وماكو وقت. منتزه الحبله بعسير همينا ما راح نقدر نروح له. جبل اللوز بتبوك هم ما راح نقدر. وليش ابها اللي مشهوره بالغابات والجمال والاشجار. وهاي مدائن صالح ليش فتشي رهيب همينا اثري جدا. واحة الاحساء هم ما راح نقدر. عنيزه عنيزه عمي. وهاي اسمها الجبل الاخضر ما ادري وين هذا. صحراء الربع الخالي هاي اسمها الدرعيه. فهاي كلها ممكن بجيات ثانيه للسعوديه بعد عده سنوات ان شاء الله نغطيها. ولهنا انا اصدقائي كانت نهايه فلوجنا، ان شاء الله تونستوا بهذا الفلوج. لا تنسون كل شيء اسفل الفيديو، الانستغرام اللي انزل عليه صور وستوريات من رحلاتي للسعوديه، خاصه سويت ايقونه خاصه مع الستوريات السعوديه تقدرون تشوفوها وراح تتونسون بها ان شاء الله. واسعد نفسك بنفسك، دمتم في امان الله، مستمرين ونحو الافضل، ماكو اي شيء راح يوقفنا نحو الافضل فقط، ودائما نطور ودائما نحب الكل ودائما ما يهزنا ريح. وعن السلامه، كل شيء اسفل الفيديو مثل ما قلت لكم، تابعوني على كل شيء على مود تشوفون كل شيء.